أنا شو أريد أسوي؟ أريد يعني هي أكو طرق مختلفة، بس أنا راح أستخدم هاي الطريقة. أنا أريد هذا يعني الموديل، يعني هو فقط للصورة، يعني فقط أظهار بالبحث، ما راح أستخدمه بالرن. ف راح أقطع هذا من هنا. طبعا أنا مسوي في هالشكل، أقدر يا أما أغيره وأرسم من جديد لحد هاي المسافة، ويعني هذا يكلفني وقت. أقدر لا بس منه مباشرة. هذا هذا لنفرض أنه طوله يعني 1.5 متر فرضا، فأجي أعشر هذا الوجه اللي هو هذا راح نقطعه منه أنا، و رجع لي وين؟ رجع لي لجزء البارت. راح يقول لي انت شو تريد، وين الجزء اللي تريد يعني تقطعه، فراح ارسم له. اجي ارسم من هنا من جديد، احدد هاي النقطة الى هاي النقطة، ادوس اسكيب، راح يقول لي دون. فش يقول لي هسه؟ انت تريد تحفر بهالاتجاه، through all low blind، through all يعني كله يوخر لك اياه. هذا blind ايش قد ديبث تريد توخر؟ احنا اتفقنا انه فرضا انه هو طوله نص. طبعا هذا اتاكد من هذا الاتجاه، شوف هسه هذا يغير الاتجاه، اتاكد انه هو راح يحفر لي بهالاتجاه. فهو هسه محدد 200 مليمتر فرضا، خلي اعطي يعني هذا تقريبا 20 سنتيم، لنفرض خلي اعطي يعني 600 مليمتر، 60 سنتيم فرضا، وانطي اوكي. حفر لي اياها هنا، هسه صار كل شي تمام. ارجع على المش، طبعا تغيرت المش ماكو اشكال. نلاحظ انه النموذج، طبعا انا لين عندي بارت و يعني العفو عندي ويب وعندي ديك، فصاير بهالاتجاه. نفس الشي نقدر نطبق هاي العملية على الديك واحفرها بهالاتجاه. هسه هذا يقدر واحد يغير اللون، يغير الالوان، يخليها بناء على البارت. مثلا الاستيرب خلينا نعطيها لون احمر، الحديد الفوق خلي انطيه لون هذا، الحديد العلوي خلي انطيه لون يعني هيج لون، الويب خليها ازرق، البليتات يعني اقدر انطيهن لون اصفر مثلا، الديك ممكن انطي هذا اللون او اخليه كونكريت اوكي، والبليت سبورت ايضا انطيها لون اصفر حتى اميز انه البليتات كلها بنفس. ابلاي، طلع عندي بها هالشكل هذا. طبعا الحديد العلوي ما مبين لان هسه بين عندي، ارجع صار عندي هذا الشكل. هسه يقدر واحد يعني يخلي الزاوية المناسبة ويلتقط الصورة اللي يريدها.